الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الأحبة، نحن مع الدرس التاسع من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، لما لم يجد عند أهل الطائف قبولا لدعوته وما عرضه عليهم. وعرفنا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حماية أحد وجهاء قريش، وحينئذ بعد أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا جدوى كبيرة في دعوة قومه وقبولهم لدعوة الحق، فاتجه يعرض نفسه ودعوته على القبائل في المواسم، وخصوصا في موسم الحج الذي يفد فيه العرب من جميع أنحاء الجزيرة إلى مكة لأداء هذا النسك العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم حمايته وحماية دعوته مع قبولها. وكان عدو الله أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي خلفه ويقول: لا تطيعوه ولا تصدقوه، إنه كذاب، إنه كذا وكذا وكذا، من الأوصاف القبيحة. قبحه الله وزاده خزيا في الدنيا والآخرة. وحينما أراد الله لهذا الدين أن يقوم وينهض وينتشر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل المدينة، وكانت المدينة في ذلك الوقت وتسمى يثرب، يسكنها طائفة من العرب وطائفة من اليهود. هؤلاء اليهود قدموا من الشام ونزلوا بالمدينة لأنهم يجدون في التوراة أن خاتم الأنبياء والنبي الذي بشر به عيسى يخرج في هذه المنطقة، بل إن البلد التي سيقيم فيها تنطبق أوصافها على يثرب، فسكنوها وكانوا دائما يتوعدون العرب، والعرب كانوا من الأزد، وكان هؤلاء الأزد عبارة عن قبيلتين: قبيلة الخزرج وهم الأكثر، ومنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب، والقبيلة الثانية هم الأوس. فكان هؤلاء اليهود يتوعدون هؤلاء العرب من الأوس والخزرج بأنه هذا أوان خروج نبي، وأنه إذا خرج فسيتبعونه ويقتلونهم قتل عاد وإرم.
فكان هؤلاء العرب في حالة وجل وتوجس من هذا الوعيد اليهودي. ففي زياراتهم لمكة للحج سمعوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به أكثر من مرة، حتى إنهم في المرة الأخيرة قال أحد شبابهم: هذا والله هو الرجل الذي تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. ولذا قبل الهجرة بسنتين التقى النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، والعقبة تقع عندها الجمرة الكبرى من الجمار الثلاث، التقى بستة نفر من أهل يثرب، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة العقبة يعني ليلة العيد. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما حصل. وفي السنة التي تليها جاء منهم 12 رجل والتقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وهذه هي بيعة العقبة الثانية. ورجع معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلمانهم القرآن والإسلام وأحكام الإسلام، فأسلم نفر كثير. ولذا لما جاءت السنة التي بعدها، وهي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موسم الحج، قدم من يثرب 73 رجل وامرأتان، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وبايعوه على النصرة وعلى الإيواء وعلى الحماية. وحضر هذه البيعة عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قبل أن يسلم، وحينما أرادوا أن يبايعوه، وكان العباس رضي الله عنه رجل حكيم مجرب، فقال: دونكم يا معاشر الأوس والخزرج، فرسول الله بين أظهرنا وتحت حمايتنا، وإن خرج إليكم فإن العرب ستحاربكم وترميكم عن قوس واحدة، فهل أنتم مستعدون لذلك؟ قالوا: دعنا منك يا عباس، والله إن هذه البيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، ونحن كما علمت رجال حرب ورجال صدق، وكانوا حقا مثل ما قال رضي الله عنهم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل الموقف، يعني يقتلوهم، يعني يريدون أن يبدأوا القتال، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إلى الآن لم يشرع الجهاد، وما كان هذا برأي حكيم، لأنهم قلة في وسط كثرة من المشركين. فرجعوا إلى المدينة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن اطمأن إلى أن هذا البلد مكان آمن ومناسب لأصحابه ولدعوته. فخرج الصحابة أرسال
منهم من يخرج خفية ومنهم من يخرج جهارا نهارا مثل عمر رضي الله عنه ومن صحبه. ولم يبق في مكة إلا ثلاثة: الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له: على رسلك، فإنه لم يؤذن لي، ولعل الله سبحانه وتعالى أعد له هذه الكرامة العظيمة، وهي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. ولذا كان عمر رضي الله عنه إذا حدثوه وتحدثوا معه الصحابة عن فضله وعن مكانته وعن أعماله، قال: ليلة في الغار خير من عمر وآل عمر، ليلة في الغار. فأبو بكر رضي الله عنه قبل الإشارة وقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعد لذلك عدته، أعد ناقتين لهذا السفر ولأهمية الهجرة. أحببت أن أقف هذا اليوم عند بدايتها، لأن هذا الحدث العظيم من أهم الأحداث في تاريخ الأمة، ولذا أرخ به المسلمون تاريخهم، لم يؤرخوه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته ولا بعام الفتح ولا ببدر، وإنما أرخوه بالهجرة. وسآتي أنا إلى ما تضمن هذا الحدث العظيم من دلائل ومعجزات وأحداث عظيمة، فهي مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حالة إلى حالة مغايرة بشكل كبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه وآثاره، وأن يوفقنا لاقتفائه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.